سؤال صغير وسط مش صغير. هذا الكاستمر اعتذر في الجيش بدك تعجبه او تاخذ رقم تلفوني. يا ريت بعث لي واتساب على رقم انت. شو سجل 0523 623 683 683. اخر شيء خالد المغربي وبعث لي سؤال بدك تعرفه واتساب ذكرني وقول لي انا شفتك في انا اسمي ابو سليمان مبارك حياك الله. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني تذكرة إخوتنا الأحبة من كل الأقطار الإسلامية تتوجه في هذه الأيام لأداء يعني فرض من الفرائض ونسك من المناسك وركن من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. إن شاء الله إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر طريقهم في الذهاب والإياب بإذن الله، وأن يتقبل منهم طاعاتهم خلال هذه الأيام اللي فضلها عظيم جدا عند الله عز وجل. ونذكر إخواني بإذن الله يعني إخوتنا الأحبة لعل التذكرة تنفعهم وتكون زاد لهم وتكون بإذن الله يعني منارة أو نور يضيء لهم الطريق إلى الذكرى. ونسأل دائما الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم بالذكرى. نذكر أن الحاج عندما يحج بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، فإنه يعود من هذه الحجة كما ولدته أمه. يعني كيف كما ولدته أمه؟ نقول بأن ذنوبه جميعها بإذن الله تمسح، ونقول الذنوب ونستثني من هذه الذنوب إخواني كما استثنيناها في كل دروسنا الديون. يعني الأصل أنه إحنا نتبرأ من الديون وحقوق العباد، ومن يريد أن يخرج للحج يأخذ إذن هذا الدائن أو اللي فيه له دين علينا للخروج للحج، حتى تكون حجتنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كما يحب عز وجل. فنقول يعود هذا الحاج كيوم ولدته أمه. والإنسان إخواني إنما يولد على الفطرة. شو يعني يولد على الفطرة؟ يعني يكون قلبه أبيض، ويبدأ هذا الإنسان خلال حياته بالارتكاب الأخطاء والمعاصي، وهذا شيء طبيعي. وكل شيء نخطئ فيه أو نعصي فيه الله سبحانه وتعالى ينكت على قلوبنا، ولما ينكت هذا الأمر على قلبنا تصبح على قلوبنا أو زجاجة هذا القلب
نقطة سوداء. فإما أن نستغفر الله عز وجل فتمسح هذه النقطة، وإما أن نستمر بمعصية الله ومخالفة أمره فتأتي نقطة بجانب نقطة بجانب نقطة، وهكذا حتى يصبح أو تصبح كل زجاجة القلب عليها من هذه النكات السوداء، فمجموعها نسميه غشاوة غشاوة. وهذه الغشاوة إخواني حاجز على القلب يمنع هذا الإنسان من أن يرى الله سبحانه وتعالى كما يحب سبحانه وتعالى، ويمنع أن تدخل نور الآيات لقلب الإنسان كما يحب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول نور على نور، بمعنى أن كل الآيات الله سبحانه وتعالى خلقنا إياها في هذه الدنيا لها نور، وهذا القلب له نور، وزجاجة القلب هي الحاجز بين النورين. فإن اتسخت هذه الزجاجة بدأ النور الداخل إلى القلب يعني يقل ويضعف، فلا نعود نرى آيات الله سبحانه وتعالى كما يجب. الأصل إخواني نحن في حياتنا كلما رأت عيننا صورة شو نقول؟ سبحان الله. ليه؟ لأن هذه الصورة تذكرنا بالله وتذكرنا بعظمة الله وترينا الإبداع في خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. وأيضا إخوان كلما سمعت أذننا كلمة، الأصل إنه إحنا نعظم الله سبحانه وتعالى، ولكن إخواني إن ابتدأت هذه القلوب تصدأ، وحدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن القلوب قد تصدأ كما يصدأ الحديد، تصدأ وتبدأ الغشاوة فوق الغشاوة فوق الغشاوة فوق الغشاوة، لعل الأغشية تتراكم ويصبح على القلب غلاف. فننتقل من الزجاج البيضاء إلى النكتة إلى الغشاء ثم إلى الغلاف، ولعل الأغلفة إخوان تتراكم إن لم نقم بمسحها حتى يصبح على هذا القلب شيء نسميه كنان كنان. فإن قمنا بمسح هذا الكنان فبالاستغفار كان بها، وإلا إن تراكمت الأكنة في النهاية إخواني يصبح على قلبنا شيء يسميه ران، وهذا الران يمنع هذا الإنسان من أن يرى آيات الله سبحانه وتعالى ومن أن يعظم سبحانه وتعالى التعظيم اللائق به عز وجل. عشان هيك إخواني هذه فرصة عظيمة لحجاج بيت الله الحرام أنهم يعودوا، وأن كل الأغلفة وكل الأغشية وكل الأغطية وكل النكات اللي موجودة على قلوبهم تمسح على قلوبهم تمسح، ويعود هذا الإنسان من جديد قادر أن يرى الله سبحانه وتعالى. فهذه فرصة إخوان إن قمتم بالتوجه إلى الحج ثم عدتم إلى بيوتكم، يعني أذكركم أنت الآن بعد الحج لك قلب أبيض، وتستطيع أن ترى عظمة الله سبحانه وتعالى في كل صورة ومع كل كلمة، فإياك أن تعود إلى أي شيء تعصي في الله سبحانه وتعالى. ولربما إخواني يعني يقول إنسان هذا شيء غير ممكن، فنقول نعم غير ممكن، ولكن إن قمت وعصيت الله أكثر من الاستغفار حتى تعود إلى هذه الحالة اللي إحنا نتكلم عليها بياض القلب، حتى تعود إلى بياض القلب، لعلك تبقى على اتصال مباشر وعظيم مع الله سبحانه وتعالى. فهذه إخوان النقطة الأولى اللي بدي أذكركم فيها. النقطة الثانية اللي بحب أن أذكر فيها إخوتنا المتوجهين إلى الحج، إنه إحنا نبدأ مناسكنا أو شعائرنا بشيء يسمى الإحرام، والإحرام إنه إحنا نلبس لباس تماما يشابه لباس من يموت، يعني الكفن، يعني لباس أبيض يكاد أو بالكاد يغطي جسد الإنسان. ونذكر إخواني أن الإحرام هو رمز نتذكر فيه أنه إحنا ولا محالة ميتين، يعني سيأتي وقت نموت فيه، وأنت تتوجه الآن إلى الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تعلم أنك تترك كل ما في هذه الدنيا. يعني الميت ماذا سيأخذ معه لما يصبح بين يدي الله عز وجل؟ لما يموت
ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ماذا سيأخذ معه؟ لن يأخذ معه إلا عمله. وإنت الآن متوجه إلى الحج وتلبس لباس الإحرام، تذكر هذا الحال، كأنك تخرج من هذه الدنيا وتتوجه لتقف بين يدي الله، فعليك أن تقف الوقوف اللائق، تترك الدنيا وما فيها. يعني الشغلة الثانية اللي بدنا نتذكرها، إنه على إخوتنا الحجيج إنهم هم يتركوا الدنيا ولا يتفكروا فيها، وهذه أيام عظيمة يتفكروا فيها كيف يقفوا بين يدي الله ويحسنوا هذا الوقوف. فهذه نقطة ثانية إخوان نذكركم فيها. ثم نتذكر إخواني من بعض الشعائر، إنه هذه الشعائر ما جاءت من فراغ. يعني أول شيء إخوان، لو إحنا تكلمنا، يعني قد يقول البعض إن إحنا ما بنعرف أصول لا الشعائر، يعني ليش إحنا منطوف بالكعبة؟ ما بنعرف، يعني هل هذا يعني شيء من الدين؟ فنقول طالما إنه الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه، وطالما إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبح أمر ما تتفكر في إنه هذا صواب ولا خطأ، هذا أمر عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى. فالطاعة واجبة إخواني، الطاعة واجبة. وأحيانا الله سبحانه وتعالى وضعنا في أوامره لمخلوقاته أمور قد لا نفهمها، أو قد نعتقد أنه هي خطأ. مثلا لما طلب سبحانه وتعالى من الملائكة ومعها إبليس أن تسجد لسيدنا آدم، فهذا السجود يعني إذا احنا تفكرنا فيه بمعزل عن قصة أو أمر الله سبحانه وتعالى، قد نعتقد للوهلة الأولى أن السجود لغير الله هو كفر. ولكن لما يكون السجود لغير الله بأمر الله يصبح أمر رباني ويصبح طاعة لله سبحانه وتعالى. فعلينا أداء المناسك كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أمرنا الله، سواء نحن شفنا الحكمة أو ما شفناها وشفناها، علينا الطاعة الكاملة لله سبحانه وتعالى. ونتذكر إخواني ونحن نطوف بالكعبة، الكعبة هي أول بيت وضع للناس سبحانه، وضعوا للناس سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ونتذكر أنه أول من أقام وبنى الكعبة هو سيدنا آدم، كما ذكرنا في حديث أبو ذر الغفاري لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أي بيت وضع للناس أولا، قال المسجد الحرام، يعني الكعبة ومسجدها الحرام هم أول، هو أول بيت وضع للناس في هذه الدنيا. وكونك موجود في أول بيت فأنت تتحصل على أجر عظيم جدا. نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أجر الصلاة أو ثواب الصلاة في المسجد الحرام قد يصل أو يصل إلى 100,000 ضعف في أي مكان آخر في هذه الدنيا، وهذا يعني أجر عظيم جدا جدا جدا. ونذكر أنفسنا إخواني أن آدم عليه الصلاة والسلام قد بكى لله عز وجل، كما قلنا يعني هناك من قال في الأثر أنه بكى 300 عام، هناك من قال 350، هناك من قال 400، وهناك من قال أنه بكى 450 عام حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له ببناء البيت. فنسأل أنت يا حاج، كم بكيت لله عز وجل حتى تصلي في المسجد الحرام؟ وقارن نفسك مع سيدنا آدم الذي يقال، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أن دموع آدم لو وزنت بدموع أمته لوزنتها. شو يعني؟ يعني آدم لما بكى حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى أنه يصلي أو أنه يبني البيت الحرام ويتعبد في هذا البيت لله عز وجل، هذه الدموع اللي بكاها سيدنا آدم لو وضعناها في الميزان ووضعنا دموع الأمة كلها من أولها لآخرها في كفة أخرى، في الكفة الأخرى من الميزان، لوجدنا أن دموع آدم أكثر من دموع ذريته كلها. حتى يبين لنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث عظم أو عظم مقام هذا المسجد الأول اللي بناه
سيدنا آدم في هذه الدنيا. فنسأل أنت يا حاج كم بكيت لله عز وجل حتى يأذن لك سبحانه وتعالى أن تتعبد له في هذا المكان. فهذه فرصة عظيمة إخواني علينا أن نغتنمها. أنت في أيام معدودات، ما تضيعها هباء منثورة، استغل كل لحظة فيها، استغل كل دقيقة فيها، استغل كل مناسبة فيها حتى أنك تتعبد لله عز وجل التعبد الله. فهذا مسجد المقام، مقامه عظيم، ودرجة العبادة فيه أو الثواب على العبادة فيه عظيمة جدا جدا جدا. ونذكر أنفسنا إخواني عند الطواف في المسجد الحرام أننا بهذا الطواف إنما نتقرب زلفى لله سبحانه وتعالى، نتذلل لله سبحانه وتعالى ونحن نلبي. ماذا نقول؟ لبيك اللهم لبيك، يعني أنا أجيب دعواك يا الله، أنا أنفذ أمرك يا الله، لبيك لا شريك لك، ونوحد الله سبحانه وتعالى ونعلن أننا لن نشرك مع الله سبحانه وتعالى إلى آخر، لا في العبادة ولا حتى في العون، ولا حتى في العون نقول لله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نتوجه بالكلية لله عز وجل، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد إخواني، الحمد هو مجموع الشكر كله على كل نعمة الله سبحانه وتعالى أنعم عليها فيك. الله سبحانه وتعالى لما أعطاك البصر، ولما أعطاك السمع، لما أعطاك القوة، ولما أعطاك القلب، ولما أعطاك الأمعاء، ولما أعطاك الرئتين، لما أعطاك القدرة على المشي والقدرة على العقل، لما أعطاك هذه الأرض التي تمشي عليها، لما أعطاك المزروعات والأشجار والماء والهماء والهواء والسماء، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا نستطيع إحصاء هذه النعم. هذه النعم لما نقول لك الحمد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، نتذكر أن كل هذا الملك هو لله عز وجل، وكل نعمة علينا هي لله سبحانه وتعالى. فنحن نحمد الله عز وجل على كل هذه النعم، وعلى كل هذه الأنعام، وعلى كل هذه المخلوقات اللي خلقها لنا سبحانه وتعالى. ونبدأ بالطواف في الكعبة، ونحن نطوف بالكعبة نتذكر إخوان أنه أصغر المخلوقات اللي بنسميها الذرة، هناك الإلكترون يدور حول النواة بنفس الطريقة التي ندور فيها حول الكعبة. ونتذكر في المجموعة الشمسية أن الكواكب تدور حول الشمس بنفس الطريقة، ونتذكر أن الأقمار حول كل كوكب تدور بنفس الطريقة. كلها طاعة لله عز وجل، وكلها قربة لله عز وجل. فهي إعلان، هذا الطواف هو إعلان أنك تتوجه بالكلية وتسلم نفسك لله عز وجل، وتطيع الله الطاعة الكاملة كما تفعل هذه الذرات وهذه المجرات وهذه المجموعات وهذه الأقمار. نسأل إخوان، متى تتوقف الإلكترونات عن الدوران حول مدارها؟ هل تتوقف ولو للحظات؟ نسأل، متى تتوقف هذه الأقمار أو هذه الكواكب عن الدوران بهذه في مداراتها؟ متى تتوقف؟ لا تتوقف، لأنها تطيع الله سبحانه وتعالى طاعة مستمرة. إحنا لما الله سبحانه وتعالى طلب منا أن ندور أو نلف أو نطوف بالكعبة، هذا المقدار يعني هي سبعة أشواط، سبعة أشواط يعني نلف وندور فيها ونطوف فيها حول الكعبة، إلا أنها تذكرة نتذكر فيها أنه إحنا يجب أن نطوف، أن نسلم أنفسنا لله عز وجل التسليم الكامل في كل لحظة وفي كل حين. ثم إخواني نتذكر إنه توجهنا أصلا لبيت الله الحرام يجب أن يكون، يعني لما نلبس لباس الإحرام يجب أن نعلم إنه في توجهنا لبيت الله الحرام نحن نتوجه لله صاحب كل شيء،
ومالك كل شيء. ولما نلبس لباس الإحرام إخواني، يعني نقول لله عز وجل نحن فقراء وأنت الغني، نحن محتاجين وأنت الولي، أنت المدبر لكل الأمور. وهنا إخواني يعني نتذكر في هذا الباب قصة أمنا هاجر مع أبونا إبراهيم. نعلم أن أبونا إبراهيم جاء من العراق إلى الأرض المقدسة، ومن هناك توجه إلى مصر، وفي مصر الله سبحانه وتعالى رزقه أمنا هاجر، وعاد بأمنا هاجر إلى الأرض المقدسة. وهناك إخواني في نقطة ما أو في وقت ما، لما حملت هاجر وولدت ابنها إسماعيل، يعني نعلم أنه نوع من الغيرة دب في قلب أمنا سارة وتأذت، وطلبت من أبونا إبراهيم أنه هو يوجد حل. فأبونا إبراهيم يتوجه لله سبحانه وتعالى ويسأل يا الله ما أفضل حل أن أنا أفعله، فيكون الجواب الصاعق من الله عز وجل أبونا إبراهيم أنه خذ هاجر وابنها إسماعيل وانزل فيهم من خليل منطقة الخليل اللي كان ماشي موجود فيها، وانزل فيهم وتمك امشي 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 لحد ما توصل إلى مكان بلقع لا زرع فيه، ما في أي نوع من الحياة. فإذا وجدت هذا المكان بهذه المواصفات اترك هاجر وابنها إسماعيل في هذا المكان وعود. إخواني رحلة بهذا المعنى شو بتعني؟ كأنه أنا بدي أتركهم، يعني في فكر أو في ظن العالم بدي أتركهم للموت، هيك بتفكر العالم. ولكن الله سبحانه وتعالى شو بده يبين لنا؟ إن كانت وجهتك لله فأنت تتركهم مش للموت، أنت تتركهم لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمر. فأبونا إبراهيم ينصاع إلى الأمر ويطلب من هاجر ويحمل هاجر ويحمل إسماعيل على ناقته ويتوجه فيهم إلى هذا المكان حتى يصل. أين اليوم هذا المكان؟ فيلتف 360 درجة بنظر حوله، في هذا المكان ما في أي نوع من الزرع، لا إنسان ولا حيوان ولا ماء ولا زرع ولا أي نوع من أنواع الحياة. فيعلم أنه هذا المكان الله سبحانه وتعالى أشار له وطلب منه أنه يترك هاجر وابنها فيه، فيتركهم. فإذا بهاجر تتعلق بأذناب الدابة، يعني بذيل الدابة اللي موجودة، وتسأل أبونا إبراهيم سؤال واحد، شو بتسأله؟ بتسأله أالله أمرك بهذا؟ شوفوا إخواني يعني مدى الإخلاص في الإيمان. ما سألته وقالت له ليش بدك تتركنا هون، أو كيف أنت بيجي لك قلب أنك تتركنا في هذا المكان. كان في عندها طاعة لأبونا إبراهيم بشكل كامل، ولكن هي أحبت أن تعلم إن كان من أمر أبونا إبراهيم في تركهم في هذا المكان هو الله، فإن كان الأمر من الله فهي تعلم أن الله يعني هو الولي وهو الوكيل. فيشير أبونا إبراهيم برأسه أن نعم هذا أمر الله. فماذا يكون جوابها؟ إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني وقت الدرس يعني نعتذر عن استقبال مكالمات، يعني أي مكالمة ما رح أقدر أرد عليها أنا في وسط الدرس، فرجاء يعني ما تتصلوا وقت الدرس. فيكون جواب أمنا هاجر إذن لن يضيعنا، فهذا التصديق كامل. فأنت عندما تتوجه لله سبحانه وتعالى في بيت الحرام تعلم أنك تتوجه لولي الأمر للمدبر. إن كان لك فيها حاجة اسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك في الحج، ولكن عليك لما تسأل الله سبحانه وتعالى أن تصدق التصديق الكامل اليقيني أن الله سبحانه وتعالى هو وليك ومدبر أمره. فلما قالت إنه الله أمرك بهذا وأجاب أن نعم بإيماء برأسه وقالت إذن لن يضيعنا، يعني رحمة من أبونا إبراهيم. شو ترك لها؟ ترك لها سقاية من ماء، يعني خلينا نقول قليل من الماء، وجراب من تمر، يعني قليل من التمر، حبات من التمر أعطاهم إياها اللي كانوا موجودين معه وعاد. فجلست ستنا هاجر مع ابنها وكان رضيع في هذا المكان البلقع
يعني اللي ما في أي نوع من أنواع الحياة، وبدأت يعني تستخدم هذا الماء عندما تعطش ويعطش ابنها، تسقي ابنها وتشرب وتتناول هذه الحبات، هذه التمرات اللي موجودة. طيب إخوانا، شو بده يصير في الماء؟ ينفذ الماء. شو بده يصير في الطعام؟ ينفذ الطعام. فماذا يتبقى؟ يعني ما بقي عندها لا ماء ولا طعام. فلما كان يبكي أبونا إسماعيل، شو كانت تسوي؟ كانت تبكي هي، حتى تأخذ من دموعها تجفف يعني شفتي أبونا إبراهيم. يعني خلص طعامها، إسماعيل خلص طعامها، خلص شرابها، نشف ضرعها. يعني في النهاية ليش لجأت؟ لجأت للدموع، تأخذ من دموعها وتجفف شفاه أبونا إسماعيل. حتى جفت دموعها، ما بقي دموعها، ما بقي لها ولا أي شيء. من تبقى؟ فقط الله عز وجل. حتى إخواني يعني أيضا يعني من مناسك الحج، في نفس القصة نذكرها لأنه صارت المناسبة، يعني من مناسك الحج السعي بين الصفا والمروة. فكانت أمنا هاجر خوفا على ابنها أنه هو يهلك، شو تسوي؟ يعني تنظر أين توجد تلة، تركض إلى هذه التلة اللي هي بين الصفا اللي هي موجودة فيها اللي اسمها المروة، تركض إلى تلة المروة، تصعد عليها، تبحث هل هناك إنسان لعلها تستنجد فيه، فما بتوجد حد. ثم تعود وتركض إلى فين؟ إلى جهة ابنها على المروة، وتصعد وتبحث هل من إنسان؟ فما في حد. ثم تعود وتركض لفين؟ للصفا، فتقطع 7 أشواط ما بين الصفا والمروة وهي تستنجد، تبحث عن النجدة فلم تجد. فما بقي لها حدا يا إخوان، ما بقي لها إلا الله. فتجلس وترمي حملها بالكامل، ترمي حملها بالكامل على الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظة إذا ما بقي إلا الله سبحانه وتعالى، جاءت النجدة من مين؟ من الله. فلما قام إسماعيل بالبكاء، فإذا بنبعة أو عين زمزم تتفجر من بين قدمي إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكانت عين قوية جدا جدا جدا. وصارت ستنا هاجر تتكلم مع عين الماء، شو بتقولها؟ زم زم. وكل مرة تقولها زم، كانت شو الماء؟ العين تضعف قليلا قليلا، حتى أصبحت بالمقدار الذي تستطيع ستنا هاجر أن تأخذ من هذا الماء وتسقي ابنها إسماعيل، أبونا إسماعيل، وتشرب من هذا الماء، فأصبح هناك ماء. وهنا إخواني يعني يظهر التدبير الكامل. ولا بد إخوان من أن نشير في هذه النقطة أنه استجابة الدعاء لا المحشور اللي ما فيه له إلا العز وجل، استجابة فورية يأتي الجواب فيها من الله عز وجل، عندما تصبح في مكان ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى شيء، فقط أنت والله عز وجل. ولكن هناك شرط ضروري إخواني لابد من التذكير فيه، التذكير أنه ما يمنع استجابة الدعاء هو إيش؟ أكل الحرام. إن أكل الإنسان الحرام هذا كان مانع لاستجابة الدعاء. نذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني علينا أن نتبرأ من الحرام. يعني هذه نصيحة يا إخوة لكل حاج يريد أن يخرج إلى الحج، قبل أن تخرج من الحج إلى الحج، إن كان عليك حقوق للعباد أدها للعباد، إذا في عليك حق للعباد أدي. وبذكر إخوان من حقوق العباد اللي احنا بنتهاون فيها، وكثير من الناس تتهاون فيها وبتطلع وبتروح وبتحج وبترجع وكأنه ما في اشي، هي حقوق الإناث في الميراث. حقوق الإناث في الميراث، بيكون الأخ ماكل ميراث أخته، شو بقول لك؟ عادي، مش فيها اشي، ما بدي ملك أبوي يطلع لمين؟ للغريب، يعني بقصد زوج أخته. هذا حق من الله، الله سبحانه وتعالى كتبه
لا أختك في ميراثه. فهذا يا إخوان نتذكر فيه، أي شخص يريد أن يخرج إلى الحج إن كان لم يؤدي ميراث أو حق أخواته في الميراث فليؤديها حتى تصبح حجتك مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وحتى تكون من المقبولين عند الله. وأيضا إخواني الأمانات والديون وغيرها، الديون نتكلم عن الديون. أحيانا إخواني بعض الناس تستدين وتستهين، يعني معها مال وعليها دين، يقول لك بعدين بسد. لا، طالما انه صار معك مال لسداد الدين لا تستهين، قم باداء هذا الدين عنك، واعلم ان الدين سيكون ظلمات عليك في القبر وفي البرزخ، وسيكون مانع من دخولك الجنة حتى يقضى عنك هذا الدين. فنقول انه توجهنا للحج يجب أن يكون بتوكل كامل حتى نعود قلوب بيضاء لله سبحانه وتعالى. فهذه مناسك نذكر فيها، يعني سواء الإحرام نتذكر فيها الموت ونتذكر أننا نقف بين يدي الله، التلبية نتذكر أن الملك كله لله عز وجل والنعم كلها لله عز وجل وأن الحمد لله سبحانه وتعالى، الطواف نتذكر أن الأصل فينا نكون دؤوبي الطاعة لله عز وجل، دؤوبي الطاعة كما تدؤب الذرات وكما تدؤب المجموعات الشمسية والمجرات على الحركة في طاعتها. يعني وقلنا لهم ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. شو يعني أطاعنا طائعين؟ يعني هاي الحركة اللي انت بتشوفها في السماوات والأرض هي طاعة لله عز وجل، وانت طوافك حول الكعبة طاعة دؤوبة 7 أشواط ولكن لوقت قصير، حتى تتذكر ضرورة انك تكون دائب الطاعة لله عز وجل. فتذكر اخواني انه كل افعالك اللي انت بتقوم فيها في حياتك يجب ان تكون طاعة، يعني بيعك وشراءك يجب ان يكون طاعة لله. فلا تغش ولا تخدع ولا تطفف بالميزان ولا تقوم بأي معصية لله سبحانه وتعالى. كلامك مع زوجتك يجب أن يكون طاعة، خيركم لأهله، إمساك بمعروف، هذا خطابك أو تصرفك مع زوجتك، كذلك مع أبنائك، كذلك مع جيرانك، كذلك في بيعك وشرائك. رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا عامل الناس. هذه كلها إخواني من الأحاديث المأثورة أو المأثورات عن الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملته وفي حياته، كلها طاعة. دائما تذكر كيف أنا أستطيع أن أطيع الله عز وجل في كل تصرف أتصرف فيه، هيك بدك تتذكر. فهذا الطواف وهذا السعي بين الصفا والمروة. ثم يا إخوان نتذكر في رمي الجمرات، نتذكر قصة أبونا إبراهيم عندما أمره سبحانه وتعالى في المنام أن يذبح أبونا إسماعيل. يعني شفنا أبونا إسماعيل أنه ترك في الأرض البلقع ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه. يعني بعد ما ظهرت عين زمزم، شوفوا الحكمة الربانية، بعد ما ظهرت عين زمزم يعني صارت الطيور تلف في السماء، لأن الطيور تيجي على رائحة الماء، وهي الطيور اللي بتلف في السماء حتى تنزل تشرب من الماء، صارت القوافل المارة شو بتشوف؟ تشوف الطيور وتعلم انه اينما توجد طيور شو في تحتيها ماء، فتغير مسيرها، القوافل تغير مسيرها حتى تأتي لفين؟ لهذا الماء. فتجد مين على الماء؟ امنا هاجر وابونا اسماعيل. فلا تأخذ من الماء الا ان تضع مكانه شيء اخر، تأخذ ماء وتضع طعام، تأخذ ماء وتضع ثياب، تأخذ ماء فتبني بناء، وهكذا. فأصبحت إخواني بئر أو نبعة زمزم مكة كاملة، من قبيلة من اليمن بدأت تتوطن في هذا المكان اللي شو اسمها جرهم، من قبيلة جرهم في أصل مكة. وهون إخواني تذكرة منذكر فيها القائمين على بلاد الحرمين اللي عمالهم بلقوا قنابل على فين؟ على أهلنا في اليمن. نتذكر أنت بتلقي قنابل على مين؟ على آبائك. أنتوا أصولكم أهل مكة كلها أصلها من فين؟
أصلها من قبيلة جرهم. من فين؟ من اليمن. فأنت تحارب بآبائك، يعني الإبن عمله بحارب مين؟ بحارب بأبوه. طبعا إحنا إخوان لا نتكلم عن كل إخوتنا وأحبتنا في بلاد الحرمين، ولكن نتكلم عن الرؤوس الفاسدة. ربما مش كل الرسل رؤوس، ولكن نتكلم تحديدا على بضع رؤوس فاسدة هي التي تقوم بهذا الشر. هؤلاء نحن نخاطب هؤلاء ونقول لهم اتقوا الله، اعلموا أنكم تقاتلوا آبائكم وإخوانكم المسلمين. فنقول أنه صارت مكة كلها صار الحرم كله من نبعة الماء من أمنا هاجر وأبونا إسماعيل، وكبر أبونا إسماعيل وصار في عمر الشباب، فإذا بأبونا إبراهيم يرى في المنام أنه يذبح أبونا إسماعيل ابنه، فيأتي أبونا إبراهيم إلى مكة حيث يقتن ابنه إسماعيل. وش بقول له؟ بقول له إني أرى في المنام أني أذبحك. إخواني نسأل اليوم، نسأل اليوم، يعني وللأسف أحيانا، يعني أنا مش من مدة طويلة بعد خروجي من السجن، إحنا بنتكلم على أقل من شهر، يعني شفت مقطعين من الفيديو، واحد أحدهم ولد يضرب أباه، ولد بضرب بأبوه، مقطع آخر ولد يقتل أمه، ولد يقتل أمه، مقطعين من الفيديو. فنقول يعني هذا الحال اللي احنا وصلنا له، عقوق الوالدين وصل لحد الضرب. واحنا شايفين اخواني انه لما يكبروا الاباء بتصير كأنه صارت كأنها موضة، الابن بيحمل ابوه، لما يكبروا فين بحطه؟ في الملجأ. وهذا اخواني بخلاف ما يأمرنا فيه سبحانه وتعالى، بخلاف ما يأمرنا فيه سبحانه وتعالى، وعلينا ان نعود إلى أوامر الشرع. فنقول إخواني ونعيد ونذكر إنه أبونا إسماعيل يقول لابنه أبونا إبراهيم يقول لابنه أبونا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحه. فشو بتكون ردة فعل الابن؟ الردة اللي مطلوبة والمحبوبة والله سبحانه وتعالى برضى عنها، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. هذا رد أبونا إسماعيل، يعني إذا كان أنت بدك تذبحني وشايف إنه هذا الصح ذبحني، أنا ما راح أعقك وما راح أعصيك. ومش كلام، لا حقيقة، لأن أبونا إسماعيل فعليا أعد العدة وحضر السكين ومضاها ووضع تله لابنه، يعني وضعه موضع الذبح وجاء يذبحه. فإذا بالله سبحانه وتعالى يرسل ذبح عظيم، كبش كبير مع جبريل عليه السلام ليفدي فيه أبونا إسماعيل. لهذه القصة يا إخواني إحنا نذكرها، نذكر فيها للطاعة. ولكن لما جاء المنام لأبونا إسماعيل، يعني بدأنا في الجمرات، لما جاء المنام لأبونا إبراهيم أن يذبح أبونا إسماعيل، وحضر أو نزل سيدنا إبراهيم إلى الحرم، مين جاءوا؟ جاءوا إبليس يوسوس له، يوسوس له، كيف بدك تذبح ابنك؟ هذا ابنك، فلذت قلبك، يعني ثمر فؤادك، في واحد بذبح ابنه؟ فسيدنا إبراهيم يرمي أو يضرب إبليس 7 حصيات. فين؟ العقبة الكبرى أو فين الجمار الكبرى اليوم؟ بضربوا 7 حصيات في هذا المكان. ثم يأتي المرة الثانية عند الجمرة الوسطى ويوسوس له أنه هو يعصي أمر الله سبحانه وتعالى وما يذبح ابنه إسماعيل، فيرميه سيدنا إبراهيم 7 حصيات أخرى. ويأتي مرة ثالثة عند الجمرة الصغرى ويوسوس له لأنه أبونا إبراهيم يرمي إبليس 7 حصيات أخرى، وفي كل مرة يذوب الشيطان أو إبليس عند رميه بهذه الحصية. فالفكرة إخواني هنا، إن جاءك أمر من الله عز وجل لا تعصي، لا تعصي أمر الله عز وجل،
ونسأل إخواني أين نحن من الأوامر التي كانت تأتي للأنبياء والرسل؟ شو إحنا مطلوب منا؟ أن نصلي، نصوم، نكبر، نزكي، نحج بيت الله الحرام؟ أين نحن من الأوامر الصعبة؟ زي على سبيل المثال إنه يجي سيدنا إبراهيم ويلقي أو يلقى في النار ويصبر على هذا النار، على هذه النار، إنه هو يأخذ زوجته وابنه ويتركهم في مكان بلقى ويصبر على هذا الأمر، إنه هو يذبح ابنه ويصبر على هذا الأمر، ودائما كان ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فنقول إحنا في هذا الزمن الأوامر اللي مطلوبة منا من الله سبحانه وتعالى هينة وبسيطة وما فيها الجهد الكبير اللي كان موجود في الأوامر على الناس اللي قبلنا. الناس اللي قبلنا كان في عليهم أوامر عظيمة، يعني تذكروا إخواني يعني ماشطة فرعون لما ألقيت في النار هي وأبنائها، أصحاب الأخدود لما ألقي في النار حتى أنهم يبقوا على لا إله إلا الله يلقوا أنفسهم في النار. إحنا شو مطلوب منا يا إخواني اليوم؟ المطلوب منا أهون بكثير من هذا الأمر. فعلينا إخواني أن نتذكر، أن نتذكر إنه مناسك الحج إنما هي رحلة، رحلة تذكرنا بالعظم اللي كان موجود فيها أنبياءنا ورسلنا، تذكرنا بمدى وجوب توكلنا على الله سبحانه وتعالى، تذكرنا بضرورة أداء الحقوق للعباد وعدم أكل الحرام، تذكرنا إنه إحنا لما نرجع من مناسك الحج إخواني أن نحاول قدر الإمكان أن نبقي على قلوبنا بيضاء. وكيف نبقي على قلوبنا بيضاء؟ بالاستغفار. يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. يعني احنا ذكرنا إخواني من الأغشية اللي تغشي القلوب، ذكرنا النكتة، وذكرنا الغشاء، وذكرنا الغطاء، وذكرنا الغلاف، وذكرنا الكنان، وذكرنا الران، 6 هذول ذكرناهم من الأغشية. ولكن في كمان غشاء أبسط من هذول 6 بكثير، يعني أبسط واحد لو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا اللي شو اسمه؟ اسمه الغين، إنه لا يغانو، اسمه الغين، يعني الغين يأتي لسه قبل النكات، قبل النكتة. والغين كما تكلمنا في دروس سابقة يشبه الغيم، يعني مش جاء على زجاجة القلب مباشرة، مرفوع عنها على مسافة من زجاجة القلب. الغين، الغين كما الغيم، كيف الغيمة مش ملزقة بالكرة الأرضية بالأرض شمالها مرفوعة، فالغين كأنه غشاء شفاف مرفوع عن زجاجة القلب، ولكن يسهل إيش؟ يسهل مسحه بالاستغفار. فيقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. يعني لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بده يمسح هذا الغين الذي يتشكل من السكوت، من السكوت عن ذكر الله، يعني الواحد بده يرتاح ما بده يذكر الله سبحانه وتعالى، أو هو بيصلي على سبيل المثال يتفكر في الدنيا، مش عماله بيعصي، ولكن وقت الطاعة تأخذ الدنيا، وقت الطاعة تأخذ الدنيا، شو بيجي مباشرة؟ بيجي هذا الغين. فالرسول عليه الصلاة والسلام شو بقول؟ بقول حتى إني أنا أمسح هذا الغين بستغفر الله 100 مرة. فإحنا اللي بتيجي على قلوبنا أكثر من الغين، النكات والأغشية والأغلفة والأغطية، وفي ناس والعياذ بالله يعني تصعد الأغشية عندها أكثر وأكثر، كم نحتاج أن نستغفر الله. هلأ الحج له حظ عظيم إنه بيرجع شماله قلبه نظيف، فإذا أنت رجعت قلبك نظيف فأنت أكثر من الاستغفار، عقب كل صلاة أكثر من الاستغفار، عقب كل صلاة استغفر الله عز وجل 100 مرة، شو بتضمن؟ بتضمن انه قلبك يتم ابيض وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى تمها حبل موصول. وبهي الحالة كما قلنا اخواني في اول الدرس، مع كل صورة تصبح ترى عظمة الله عز وجل،
ومع كل كلمة بتسمعها تسمع وتدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، وفي كل كلمة بتتكلمها يعني نرجو أنه كلمتك تكون تعظيم لله سبحانه وتعالى. فهذا يصبح حالك بإذن الله إذا أنت أحسنت هذه الرحلة. فالرحلة إخواني اللي أنتوا على وشك أنكم تقوموا فيها رحلة ربانية طلبها منكم سبحانه، طلبها منكم سبحانه وتعالى. ونذكر أنه طلبها منكم قديش مرة في الحياة، مرة في الحياة. ولما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تكلم الرسول عن الحج وسئل في كل عام، قال الرسول لو أني قلتها لوجبت، يعني لو أنا قلت في كل عام كان بدها توجب عليكم كل سنة، ومن يستطيع. يعني إحنا لغاية الآن ما استطعنا أن نحج، يعني أنا وصلت هيني يعني تقريبا 56 عام وما استطعت أن أحج. كل مرة في عنا مشاكل، يعني من بتذكر من عمري تقريبا 20 سنة وأنا ممنوع من الخروج، ولما سمحوا لنا أنه نخرج ورجعنا منعونا من الخروج مرة أخرى، يعني غاية الآن أنا ممنوع من الخروج. فلما تكون في عندك هاي الفرصة استغلها، لأنك ما بتعرف إن راح تتاح لك الفرصة من جديد أو لا. هذا من أعظم بيوت الله. نيجي نسأل إخوان، يعني بدي أسأل سؤال بسيط. لو الآن جاءك بريد مسجل وفتحت رسالة، فإذا هي رسالة من قصر ملكي لأحد ملوك الأرض، يعني الملك المغربي أو الملك العراقي، الرئيس العراقي أو الملك السعودي أو أي ملك من ملوك الأرض، شو بقول لك؟ يا فلان الفلاني أنا بدعوك إنك أنت تيجي على مأدبة طعام عندي في القصر، وراح أرسل لك التذكرة ذهابا وإيابا على حسابي إنك تيجي. هلا منقول إخواني، يعني مثل هذه الدعوة بتلبيها ولا بتتركها؟ دعاك لقصره وانت في بلده، يعني انت مثلا تونسي واجهك من التونسي، انت سعودي اجهك من الملك السعودي، في نفس البلد اللي انت موجود فيها ما بدك تقطع حدود، بتلبي دعوته ولا بتتركها؟ يعني احنا بنقول الشيء الطبيعي انه بتروح ركض مبسوط انك ايش، انه الملك دعاك لقصره تاكل من طعامه، تجلس على مائدته، تتكلم معه، تتحدث معه. فما بالك لما الدعوة تكون جيتك من مين؟ من الله عز وجل. هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى، بقول لك تعال على بيتي. الحج دعوة ربانية من الله سبحانه وتعالى يدعوك فيها على بيته، فماذا أنت فاعل؟ فلما تكون الدعوة موجودة إخواني، يعني لما يكون في عندك قدرة، ما يكون في عندك قدرة، لأن الله سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ بقول لك أنا معطيك الدعوة مفتوحة في الوقت المناسب إلك، مش الوقت المناسب للملك، في الوقت المناسب إلك. تعال عندي وأنا بستقبلك في بيتي. أما الملك، ملك الدنيا، شو بقول لك؟ بيحدد لك التاريخ واليوم والساعة، وبيحدد لك من أي وقت لأي وقت بده يجلس معك، وحتى قبل ما تدخل عليه بقعدوا معك حتى انه يقولوا لك ويفهموك كيف تتصرف وشو تحكي وشو مسموح لك تحكي وشو ممنوع تحكي. اما الدعوة اخواني للقاء الله عز وجل، فهي دعوة مفتوحة، مفتوحة بحسب امكانياتك انت، انك انت تشوف نفسك متى تستطيع ان تقف بين يدي الله وان تتوجه لله. فان شاء الله اخواني نسأل اول شيء السلامة لكل حجاج بيت الله الحرام، ونسأل لهم التوفيق في حجتهم. وهون إخواني لأهل بيت المقدس بالمخصوص نذكر بأحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه من أهل بعمرة أو حج من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي بنوي إنه يحج من المسجد الأقصى وبطلع على هذه النية، يعني بيجي وبيلبي وبيكبر من هون لبيك اللهم لبيك، تبدأ تلبيته من هذا المكان، وبعدين بخرج للبساط متوجه للحج، بخرج قبل ما يوصل الحج بكون مغفور الذنب، ولسه لما يرجع كمان بكون مغفور الذنب. فهذه إخواني ميزة. ونتذكر إخواني إنه ميمونة لما سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت من المدينة المنورة إلى بيت المقدس،
وأهلت بحجة من هنا ثم توجهت إلى مكة. يعني بدل ما تيجي من المدينة لمكة جاءت المدينة لبيت المقدس ومن بيت المقدس لمكة، هذا حتى تكسب هذا الثوب. فحجاجنا من بيت المقدس اللي راح يخرجون بيت المقدس، يعني النصيحة أن يهلوا بالحج من هنا. لم يتبقى وقت، ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله الله العالمين، تبارك عمرك الحزق، شو أخباركم؟ أنت اللي أدنت صلاة المغرب، سجلت لك يا بس زي شكيت إنه أنت ولا مش أنت، مغير النبرة اللي موجودة عندك، يعني صارت قريبة كتير على الأزاز، على أنا شو اسمه فراس، أنا شكيت أنت ولا فراس.